حبيبي يا شنو. حبيبي طيب معلش عشان الصوت ما كانش واضح. لا ولا لازم سمع. معلش طيب يعني انتوا مريتوا بظروف صعبه، صلاح مش موجود، انني مش موجود في المباراه الثانيه، كيف تعامل الكابتن حسام البدري معاكوا كلعيبه بعد طبعا الضربات اللي لحقت بمنتخبنا الوطني؟ ما فيش يعني، احنا ما كناش متوقعين طبعا اللي هيحصل، بس احنا يعني كابتن حسام مجهز وتعاملها اتعامل بشكل كويس جدا في المباراتين طبعا. يعني كانت اضافه كبيره جدا لما يبقى معانا طبعا نجم زي محمد صلاح موجود معانا في الملعب، بيفرق معانا كتير يعني. بس الموجودين طبعا ادوا الاداء المطلوب منه، واللعيبه اي حد يكون موجود اهم حاجه. المكسب احنا كنا عندنا بالذات المكسب في الماتش الاولاني، الماتش الثاني اهم حاجه برضه 3 بونت. وعلى طول برضه اول ما صلاح برضه عرفنا اللي هو عنده كورونا كل الناس طبعا اتضايقت، بس هنعمل ايه؟ قلنا يا جماعه لازم نركز ولازم ناخد 3 بونت. هو على طول كان بيساعدنا، وقبل اي ماتش بيبعت لنا مسج على طول احنا لازم نكسب المباراه ديت، والماتش الثاني برضه بعت لنا مسج لازم بالتوفيق يا رجاله الماتش ده، وعايزين نكسب اهم حاجه المكسب، وان شاء الله الفتره الجايه يكون موجود معانا برضه. نفس النظام اتجينا برضه هناك، واحنا في واحد السوق برضه واحنا رايحين المباراه برضه ادانا حافز جامد جدا برضه، بعت لنا مسج على الجروب برضه. لا يعني الناس كانت معانا برضه بقلبها. يعني عايز اقول لك ان كان المعسكر ده يعني كان احسن معسكر الاولاني بالروح، واللعيبه كانت موجوده والسترجع الثاني في المباراه الثانيه، دي كان اهم شيء، وده كان اهم حاجه بالنسبه لنا ان احنا نلعب بالروح، وروح بانت جدا في الماتش الثاني هناك، دي اللي كانت ناقصانا. والحمد لله يعني اللعيبه، انت بتتكلم في منتخب مصر طبعا 23 لعيبه او اسامي كبيره جدا في مصر وبره مصر، لا اسامي كبيره جدا. اي حد يشيل فرقه، اي حد يشيل يكون موجود في مكانه، انا هقول لك اي حد يخش في الملعب كان هيأدي شويه، عشان كده الناس كانت الثقه بس كانت عايزه ترجع لهم، ورجعت الحمد لله الثقه. وانت شفت الاداء هناك كان عامل ازاي يعني، وعايز اقول لك بارك لهم، كانوا لعيبه رجاله بصراحه في المباراتين. يعني ما اتخضتش لما لقيت 7 تغييرات مره واحده في مباراه توجو الثانيه في توجو؟ لا اكيد لا مهم، انا بقول لك احنا بنلعب منتخب مصر ما بنلعبش في نادي، يعني انت بتتكلم اللي موجودين كلهم زي بعض. ايوه تمام، يعني اي حد يكون موجود في الملعب بيأدي ويعمل اللي عليه ويعمل عليه بزياده والكلام ده كله. لا انت بتتكلم، انت تتكلم في كل واحد، انت عندك في كل مركز 3 او 2، لا كل واحد زي بعض يعني، ما فيش فرق يعني، فاهم قصدي؟ بس ده لا طبعا ما اتخضتش طبعا، احنا نلعب منتخب مصر، اللعيبه كلها كانت وفي التمرين كانوا باينين جدا ان هم بيتمرنوا جامد جدا، وباينين ان هم في حاله كويسه واحنا في حاله كويسه، كل اللي في الاهلي وزمالك وبيراميدز كان وصل لنهائي افريقيا الكونفدراليه، واحنا واصلين نهائي احنا اهلي وزمالك، والناس اللي موجوده كلهم طبعا على مستوى عالي جدا يعني، المحلي او المحترفين يعني، طبعا المحترفين طبعا بيزيدونا طبعا، حجازي وكوكا وصلاح طبعا والنني، لا طبعا يعني احنا اهم حاجه اللي يبقى اللعب الجماعي، وبان جدا في الماتش الثاني يعني. أيوه. والروح كانت كويسه طيب. جدا في الماتش الثاني. انت عارف طبعا المعسكرات ما بتخلاش من المداعبات، يعني هل كان في مداعبات بينك وبين مصطفى محمد وطارق حامد والوينش؟ اكيد اكيد اكيد. بقول لك ايه، انت لو شفتك قدامي انت حر. لا 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 اكيد، لا لا خالص ما اتكلمناش والله خالص في الماتش خالص هناك في المعسكر خالص، كل كلامنا والله على الماتشين بتوع توجو. حلو. اهم حاجه نكسب الماتشين والله يعني، حتى مع طارق ومع الونش ومع مصطفى، يا جماعه اهم حاجه نكسب الماتش ده عشان عايزين نصعد بدري بدري، مش عايزين نخش في حسابات والكلام ده كله وبتاع. بصراحه احنا كنا بنتكلم في الماتشين بس، وانا قاعد اهزر مع مصطفى وبهزر مع طارق وبهزر مع ايوه بقى هزرت مع مصطفى بقى قلت له ايه كتير لا خالص والله، كنا بنتكلم في هو مصطفى بيحب يخش الجيم يعني على طول في الجيم يعني تمام، هو بيجي يتمرن معايا، طب اعمل ايه، طب نعمل كذا، طب نعمل ايه، طب هننزل الجيم الساعه كام، الكلام ده كله والله. أيوة. كان الهزار كده بس، ما كناش طيب. من حاجه تاني. مطمن ان كان الونش بيلعب قدامك؟ طبعا اي حد يكون موجود في المنتخب يكون موجود، حجازي، الونش، محمود، ايمن، هاني، توفيق، لا كلهم على قد المسؤوليه، اي حد يكون موجود طبعا الواحد بيكون مطمن يعني. بس بقول لك ايه، الونش كان هيحط جون عالمي. لا لا الونش كان هيحط جون عالمي بصراحه. كان فاكر ان كان اليوم ده يوم 27 ولا ايه؟ لا 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 خالص والله، عشان ما ظلموش يعني الصراحه، الكشاف وحش قوي. ايوه الكوره جت في رجليه يعني سبحان الله، بيحط رجله بيحط برجله في الكوره يعني عينيه جت في الكشاف يعني. الحمد لله يعني. انت بصيت له وضحكت وعملت له كده بايدك؟ ايوه قال لي بيقول لي الكشاف، قلت له معلش الكشاف. كان صعب. الكشاف كان صعب. طيب يعني المواجهه بقى، المواجهه